بناتي كيما درنا اليويو هكا مع الدكتور في القناة تاعي الأولى اللي حليتها. دوكا نديرو حشوة ساهل وخفيف بسيط كيما قلنا، هكا غلينا البطاطا وقسمناها هكذا في أمول اللي حبيتي اللي جات ديري فيه هكا. دوكا واش ناخدو؟ ناخدو مغيفة زبدة، ها مغيفة زبدة نحطوها في النار هكذا، نخليوها تذوب هكذا. حاجة سهلة بنتعلمو ببساطة ونتعلمو كيف نخدمو الحاجة خفيفة سهلة مهلة. انا قلت هذا للبنات الصغار اللي ما يعرفوش اللي يتعلموا قاعدين في الدار هكا. خليهم خليوها تذوب هكذا، لازم تذوب لنا كامل هكا. خليوها تذوب ونزيدو معاها مغرفة تاع فرينة، نحبو نزيدو شويه نص باه تجينا شويه هذيك لا بيشاميل تاعنا شويه عاقده ما تجيناش خفيفه. ونحمروه، شوفوا كتشوفوا هكذا على بالي تعرفوا قاع ديروا لا بيشاميل وكامل، بصح حنا نخليو البنات هذوك الصغار اللي قاعدين في الدار كما قلنا باي تاني. خليوه هكا حتى شوفوا هكذا، شوف ونخيو هذيك الفرينة مع الزبدة تتحمص مليح البطاطا ينا بنة. ومن بعد ناخذو هكا انشوب نعمرو فيه حليب شوب، نديرو انشوب تاع حليب. اسمعوا يا البنات هكذا بتتعلمو تبرحو يماكم هكا، راحت خرجت راحت للطبيب حتى كاش بلاصه خليتكم خاوتكم الصغار. ديروا حاجه سهله سهله مهله، انا نقولوا في البساطه. ديروا هكا وبعدا نزيدوا لها هكا، نزيدوا لها قرصه ملح، قرصه ملح انا شوفوا عندي قرصه تاع الزنجبيل يقولوا له سكنجبيل، بصح لي يحب يدير هذاك فلفل الكحل يدير فلفل الكحل في بلاصه هذا الزنجبيل. نبقاو نحرك هكذا، نقعدو نحركوا ماشي تروحوا على النار تخليوها هكا حتى تعقد تعقد تكون شويه ثقيله ماشي خفيفه ومشي ثقيله بزاف. ها شوفوا كيف تولي، تشوفوا ما تخليوهاش تتقال بزاف النار، تبعدوها عن النار. كي تبعدوها عن النار صيبوها وحدها تقيلت حدا تتقال كي تبعدوها من النار. ناخذو هذه جوز الطيب اللي ما يعرفهاش على بالي كاع النساء يعرفوها، تروحي عند العشاب وتشريو جوز الطيب وتهزيها، شوفوا لا صبتوها هكذا تهزيها تعرفيها بلي يفيها وما هيش طاش كاين اللي ما تجيش فيها معناتها راهي فاسده هذيك الحبه ما يفارغه. ناخذوها ونبيبي شويه ما نكثروش غير هكذا فوق لا بيشاميل، خاطرش كون نكثروا بزاف ديرنا مروره ولا. من بعد نبداو نرميو هذيك لا بيشاميل تاعنا فوق البطاطا اللي غليناها وقصناها صغيره صغيره هكذا هكذا. شوفوا لا سبتوها شويه عاقده نزيدو لها شويه حليب، نجرب شويه حليب باه تجينا مليحه لا تواسينا الكراتين تاعنا هكذا هكذا. نمشي بالمغرفة ونقولو في البساطة حاجة بسيطة نديروها ما يزوق ما غير حاجة تاع الدار خفيفة سهلة مهلة أي واحد الناس البساطة كيما بحالي وحالك هكذا تتعلمو وديرو هكا بمغيفة كاسون صغيرة كلش بسيطة. ومن بعد ناخدو شوفو فرماج، فرماج هذا شيدر شي دغيا حق ذامي، شوفو شوفو الله يبارك شحال ندير لك كلا تروحي تشري من الحانوت هذاك تاع الساشيات وكامل تاع الساشيات يستقام لك كثر ما تجيكش كونتيتي كبيرة، تاخدي هذاك بالميزان وروحي تسحب الجملة لا تنقصي عليك المصروف، ما تروحيش الحوانت تشري
باي بيريسري نورمال هكا، ديروا الاقتصاد هكذا ونعمروا به. هذاك يعمر لك الله يبارك. تاع الساشيه ويجي فيه شويه، ما يجيش حاجه كبيره فيه. وهذه تاع عائله كبيره وناس بساطة، توكلي كاع داركم وتفرحيهم خاوتك خواتاتك. شوف هكذا، دوكا ندخلو في الفوق ومن بعد نتلاقى ونشوفو كيف نقدمو. ها شوفوا يا خواتاتي، شوفوا كيف خرجتنا الكرافين. شوف ما شاء الله، شتو بلا هذاك الفرماسي دارو كامل. ها شوفوا ويتشال فط، دوكا نقسم لكم شلخه في الطبسي. ها ها وتشوفوا حاجة بسيطة وتفرح العائلة هكذا يا البنات. شوفوا شوفوا بعينيكم. شوف هاي، وحطينا طبسي شلاضة قدامه. شوف شبحنا طبسي شلاضة، درنا لها شوية مايونيز، وان شاء الله في اليامات الماجين ان شاء الله نوري لكم كيف تتعلموا يا البنات المايونيز. راني نقول على البنات، على الصغارات اللي قاعدين في الدار اللي ما يخدموا اللي ما والو. ها شوف، وكما قلت لكم برمج تاع الميزانه، وتروحوا لصحاب الجمله الا جيكم ناقص في السومه، خلينا هذاك تاع الشكاير وتاع الحيوانات، وتفرحوا بهم عائلتكم حاجه بسيطه. ودعموني في قناتي، راني غير كيما حليتها جديده، ديروا لايك وفعلوا الجرس هكا، وصحة عشيتكم، تهلاو في روحكم.